رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. عملنا في السيجمنت الاولاني او في اول حلقه عملنا بهارات المصاله الهنديه في البيت، واتكلمنا عن مكوناتها وفوائدها، واتكلمنا عن بهارات الكاري الهنديه اللي احنا بنجمع بيها نطلع الكاري منها زي ما حضراتكم شفتوا، ده تكوين الكاري. لكن اللي عايز يدعم بمعلقه من الكاري يدعم، مفيش مشكله خالص، يعني ممكن يزود معلقه من الكاري من ضمن دي تدي ايه طعم، لكن هو مش هيحتاج. طيب هندخل بقى على البهارات بتاعتنا. اهم حاجه عشان احنا اتكلمنا عنه وعملنا السجق مع بعض، عايزين نقول ان بهارات السجق تكوينها ايه او عباره عن ايه. نبدا ببهارات السجق. معلقتين كزبره مطحونه، معلقتين كزبره مطحونه، معلقتين بابريكا، معلقتين توم باودر، معلقتين كمون مطحون، معلقه فلفل اسود كبيره، معلقه قرفه مطحونه، معلقه قرنفل مطحون، معلقه حبهان مطحون. كل دي معالق كبيره. طيب هنبدا بقى ناخد كده ايه مع بعض. شايفين الجمال؟ انا بقى الـ 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 الحاجات الجميله دي اللي محطوطه هنا، طبعا الحاجه دي كانت في الاساس حب واحنا حمصنا، ما عدا بس البابريكا مش يعني هي بتتباع مطحونه على طول. كل ما يبقى عند حضراتكم الحاجه صحيحه وتحمصوها وتاخد الريحه هتبقى اجمل. اي توابل حسيتوا ان ريحتها بدات تروح حمصوها، حمصوها، رجعوا لها زيوتها تاني، تحاول وندخلها في وصفات زي الايه البهارات اللي بنعملها المشكله اللي خاصه ببعض الانواع اللي بنستخدمها، تتبيلات بقى فراخ، لحمه، سمك، محشي، مكرونه، سجق، اي حاجه. طيب هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. صوروا بقى الحاجات دي وخليها عندكم، لان الحاجات دي بجد معتمده، وصفات معتمده، يعني ان شاء الله بفضل الله هتجربوها وهتعملوا برطمانات صغيره تكتبوا عليها اللي حضراتكم عاوزينه. ده التوم الباودر، وان شاء الله مره تانية نعمل بقى التوم نجففه في البيت والبصل، ونعمل التوم والبصل الباودر. في ناس كتير بتحب تعمل كده. عارفين انا بدات اخد بالي موضوع التوابل ده واجيبه صحيح احسن واحمصه امن، لان ساعات في بعض العطارين، مش كلهم طبعا، العطارين الكبار بيحافظوا على اسمه، تدخلوا المحل تلاقوه نظيف ومحترم والحاجه محطوطه شكلها جميل ومحطوطه ببرطمانات ازاز ومتحافظ عليها، لكن في بعض العطارين ما بيبقوش يعني على نفس القدر من النظافه، فممكن تلاقوا الحاجة في حشرات، والحاجة دي دخلت جوه التوابل، واحنا الحقيقة بنشتريها ونستخدمها على طول من غير ما ايه ما نفكر يعني، فده بيبقى مش حاجة حلوة يعني. عشان كده انا الحقيقة بميل ان انا دايما احمصها وامن نفسي. بسم الله. هنشيل بس الطبق ده وهنحط هنا لبهارات السجق. بهارات السجق دي عبقريه. في ناس بتجيب بيحطوا عليها احيانا لما بيجي يعملوا السجق في اسكندريه بيحطوا الملح الصيني، انا الحقيقه ما بحبش احطه حقيقه يعني، لكن ايه من ضمن الحاجات اللي اتعودنا على طعمه بره. بصوا كده، بصوا ما شاء الله، بصوا شايفين بهارات السجق؟ ادي بهارات السجق حلوه صح؟ تسلموا. تعالوا بقى بسم الله ناخد بهارات السجق يا سيدي. طيب هنبدا بقى، طبعا الكزبره دي كنز، برضو الكزبره دي كنز. اولا الكزبره حلوه لالام الاسنان، بتحسن صحه العظام. الكزبرة دي ليها فوائد كتير جدا. عايزة اقول لكم الولاد الصغيرين ما كانوا صغيرين بيقولوا ايه، انه الكزبرة كانت من الحاجات اللي ممكن تقنن او تقلل من تعب الاولاد بالحصبة او اصابتهم بالحصبة.
او التشنجات العضليه، في حاجات كده معينه ايه كانت زمان كنا بنبقى حريصين. كانت الكزبره دي رائعه، سواء الجافه او الخضره، تلاقوا كده واحنا بنعمل اي صنف، مش بس الملوخيه، حتى لما بنيجي نعمل القلقاس لازم تلاقوا كده كزبره الجافه مع الكزبره والسلق، تلاقوا كده في اكلات معينه مهم فيها قوي الكزبره الحب دي. حتى لما بنيجي نبخر البيت ساعات بنحط الكزبره الحب دي. وحبه البركه، حبه البركه دي من الحرق متقال ان يعني الواحد يبخر بيه حبه البركه في يوم الجمعه بيبقى جميل جدا جدا الحقيقه. حبه البركه من الحاجات الجميله الطارده لكل حاجه وحشه في البيت.